أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويزين الله كل يوم الجنة، ويغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ويعتق في كل ليلة من النار ما شاء الله أن يعتق. هذه فرص، ويعتق في آخر ليلة من رمضان عدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره.